القمر. يا بدرية صلي على النبي. وانا هحسدها يا راجل، وبعدين ايش جاب لجال يا ستي؟ ما قلناش حاجه، بس صلي على النبي تمنع الحسد. ادخلي برجلك اليمين. ابويا اهو. السلام عليكم. ايه ده فتحي؟ تعالى اعرفك عليه. اعرفك على فتحي، اخويا ومراته بدريه. مش معقول احنا اللي اصول ان هما اللي يقولنا. اصول ايه بس يا ستي؟ مين اللي اصلني؟ حتى لو ده عرف انا عايز اكسره. قومي تعالى. بس استنى، هما جايين. قومي تعالى. بس حبيبي الف مبروك. ذوقك حلو قوي، ذوقك حلو قوي. الله يكرمك. اسمي يا ستي. الله استر يا رب. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. انت عايز ايه؟ ايه على فين؟ هصلح احلامك يا شيخ. خليك انت يا بدريه. ليه؟ خدي بدريه معاك، روحي بدريه مع العروس. بدريه لسه جايه من السفر. يا ستي خديها معاك، روحي بدريه، روحي مع العروس. روح الواجب كده، روح عبال ولادك. استر يا رب، استر يا رب. العين فلقت الحجر وانت هتقول لي مالك؟ الحمد لله رب العالمين، مع ان ابو عطار. طب ما تقول لي نفسك، شويه بخور كنت طلقتهم في الفرح حتى في عين النسوان اللي قاعده دي. بس انا والله مبسوط يا حاج. مبسوط من ايه؟ ده العروسه رقبتها كانت هتتكسر لا قدر الله يا احمد. معنى كده ان انا عندي اللي اتحسد عليه؟ قصدك عليها يا ابن الجنيه. هي مالها يا مديحة؟ هي بدرية كده طول عمرها وشها مقلوب. مش دعوة، ده انا اول مرة اشوفها. ترديش في بالك. هي يا مديحة، هو ايه اللي حصل؟ بدرية مرات فتحي اخويا. عملت ايه بدرية؟ ولا حاجة يا نيل، ما عملتش حاجة خالص. ولا حاجة ازاي يعني؟ اصلها نزلت معانا وما رضيتش تدخل الاوضة. قولي لي انت يا مديحة، عملت ايه بدرية دي؟ ما قلتلك ولا حاجة يا ماما. امال يا بنتي سايبة جوزك ونازلة هنا دلوقتي ليه؟ مفيش، اصلي اتكعبلت في ديل الفستان وانا بسلم على طنط بدرية. ربنا يكملك بعقلك يا بنتي. دي بتقولي يا طنط. طنط تزعلك في ايه؟ تكونش كلمة قبيحة. لا طنط دي تقولها لامك الحاجة حماتها، ما تقولهاش لواحدة اصغر واحلى منها. دي بقى انت معاكي حق. المفروض قالت لك يا قبلتي بدريه. لا اقول لك ايه، تحت ولا ورا مش عاوزه، انا مش ناقصاك انت التاني. يا بدريه خلي اليومين اللي احنا نازلينهم يعدوا على خير، وما تنسيش احنا مش في بيتنا، احنا في بيت ابويا، ما تخلوش يسمع صوتنا. احنا نازلين نتبسط ونفرح مش نعجن على بعض. ربنا يهديك. ايه بعد ايدك بقى؟ وبعدين بقى لا ما تبرقليش كده وتحملي في عينيك. اقسم بالله انا ما عارف انت جايبه الشديه دي منين. من عند امي. امك ست طيبه. انت بتلبسي روحها فين دلوقتي يا بدريه؟ مالكش دعوه بيا. يعني ايه ماليش دعوه بيك؟ مش فتحي وبدريه اللي بيزعقوا دول يا حاج؟ لا يا اخي، ولا انت فاكراهم يعني جايين هنا وسايبين صوتهم هناك؟ ما هو مطرح ما بيروح صوتهم بيجيب لاخر الدنيا. طب ما تروح تشوف في ايه يا حاج؟ بقول لك ايه يا رتيبه، ورحمه امك الغاليه انا مش ناقصك، انا دماغي مدهوشه من صباحيه ربنا، مش قادر اقيمها لفوق. الف سلامه عليك يا حاج. الله يسلمك يا اختي. بس انا سمعت فتحي بيقول لها انت لابسه كده ورايحه على فين؟ مصيبه لا تنزل دلوقتي يا حاج. تنزل ولا تطلع؟ بركي الصالح انت يا وليه احمدي ونامي بقى، نامي. ما انتش خارجه يا بدريه. ابعد عني احسن. ما صحش تكلمي جوزك كده، اللي يسمعك يقول اللي انت ماسك عليها زله. والله اللي على راسه بطحه. بطحه اللي على راسي يا بدريه؟ رد عليا. كانك انت عشان ساعدتني في السعوديه بقرشين هتمسك علي زله؟ طب ايه رايك بقى، انا مش مراجع البلد دي تاني. نهار اسود. اسود على دماغك يا بدريه. بتديني فرصه ان انا بصلي وعايز تخرجي دلوقتي؟ انا قلت لك مش قاعده لك فيها ثانيه واحده يا بدريه. بطلي فضايح، اهدي كده وربنا يهديك. الفضايح تكتر طول ما انت ضارني وراك في كل حته ومهزقني قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. ايه يا فتحي في ايه؟ مفيش حاجه يا محمد، ادخل نام انت في اوضتك. ادخل يا حبيبي، تعالي معايا يا بدريه. تيجي معاك على فين؟ نكمل كلامنا في اوضتنا او نقفل على الموضوع ده للصبح. تتصبح وتتربح يا اخويا انت واللي حواليك، انا رايحه عند ابويا. ما تعالي بقى يا بدريه بنتي واستهدي بالله. الله، انا مش عارف ايه اللي العقل اللي انت فيها دي. اديك سمعت بودنك، انا قللت العقل. تعيش يا حاج. استهدي بالله يا بنتي، انا مش هاخدها غير لما اروح عند ابويا. خلاص سيبها يا فتحي تروح مطرح ما هي عايزه. سيبها بس ازاي يا حاج؟ انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ استهدي بالله يا بنتي، ادخلي نامي مع عيالك في اوضه مديح. انا قلت هنزل يعني هنزل. يا سلام، ماشي يا اختي. طب استني لما الفالح يتهب بغير هدومه وينزل يوصلك. هب باخوها غير هدومك بسرعه. ومين بقى قال ان انا هنزل معاه؟ برضه؟ ماشي يا ست بدريه. محمد
هذا محمد انت قاعد. ايوه حاج. غير هدومك بسرعه وانزل وصل مرات اخوك لحد بيت ابوها بدل الدنيا ما تولع اكتر ما هي ولعه. جاب كل هم من تجوز هي على طول على كده يا احمد. والله العظيم لو قلت صابع العشره شمع ما في حاجه بتعجبها. الشمع والعصبيه ما يتكلوش مع بعض يا حاج. يعني ايه يا ابو حميد فهمني؟ يعني انت عصبي قوي يا حاج والعصبيه دي بتطفي الشمع. احنا عايزين هدوء يساعد على اشتعال الشمع. يقوم اللي انت بتقيد له صوابعك يفهم. هو انا يعني عصبي من غير سبب يا احمد؟ ما على قد ممكن. ممكن ازاي يعني؟ لا الزم حد. يعني انا مجنون ولا مجنون؟ لا يا حاج ما اقصدش والله ما اقصدش، بس يعني انتوا بقالكم كتير قوي متجوزين ولسه ما فهمتوش بعض. عمرنا ما هنفهم بعض. وده من امتى بقى؟ من يوم ما اتجوزنا. انت تايه يعني؟ لا بس انا قلت خلاص بقى عدى على الموضوع ده كتير ولما سافرت قال ده زاد. والله العظيم زاد. ده عشان عرفتني بصاحب الشركه اللي انا شغال عنده. عنده ولا معاه؟ مش هتفرق يا احمد عنده ولا معاه. هي بس عرفت ان الراجل مش قادر يستغنى عني عشان انا ماشي له الشغل وبقت تعايرني. تصدق دي يا احمد تعايرني في الراحه وفي الجايه. انا اللي قلت لمراته تشغلك، انا اللي وصيت مراته تشغلك. معايره معايره لغايه ما سدت نفسي على العيشه واللي عايشينها. معلش يا حاج بس بسم الله ما شاء الله نفسك مش مسدوده ولا حاجه. الله اكبر يا جدع. ما يحسن المال لاصحابه. انا خدت على كده بقى على سده النفس يا احمد. بس اقول لك على حاجه، انت لو عايزني امسح لك الاكل ده مسح ليا شرط واحد. اشرط تحقيقك انت اللي تحاسب. هو مين اللي جاي من السعوديه؟ انا ولا انت؟ هتفضلي بصالي كده كتير؟ مش عاجبك كلامي؟ ما تردي يا بنتي. اتكلمي، ردي على ابوكي. اهو ده اللي انت فالحه فيه. كل ما تتزنقي ترمي نفسك في حضن امك وتعوري تعيطي. يكون في علمك. بتصلي على النبي بقى يا عرفان الله. عليه الصلاه والسلام. والله فتحي ده صعبان عليا. هيعمل ايه اكتر من كده؟ ما تردي. انت تغلطي فيه وهو يجي يصالحك بنفسه. اسمعي بقى، انا مش عايز اعلي صوتي اكتر من كده. الرجاله قاعدين بره. يعني عايزني اقول له ايه يا بابا؟ تقولي له متاسفه وما عدتش اعمل كده تاني. يا بابا ده بيقول انه مش راجع السعوديه تاني، يعني جايبني انا والعيال وهو مرتب كل حاجه. يعني ايه مش راجع السعوديه تاني؟ والله اسالوه. ما يرجع ولا ما يرجعش، هو الراجل وعارف وشايف المصلحه فين. الدور والباقي عليك انت اللي مالكيش كبير. لا اله الا الله. اذا كنت بتعملي ده هنا امال هناك كنت بتعملي ايه؟ يمكن يا بنتي يكون عنده ترتيب تاني عشان يشتغل شغلانه تانيه هنا. هيشتغل ايه بقى؟ صبي موان. لم نفسك يا بت ويلا قومي روحي مع جوزك. انا خارج مستنيكي بره مع جوزك. قسما بالله العظيم انا ماسك نفسي بالعافيه عشان مش عايز اموتها من الضرب. ملوش لزوم يا عم عرفان. عتبتك دي يا فتحي يا ابني اللي خربت الدنيا، واللوم والعتاب عليك انت. علي انا؟ ليه انا عملت ايه؟ دي بنت ضلوعها مفروده زياده عن اللزوم، لازم كل يوم والتاني تلمها عشان المركب تمشي. اه يعني افهم من كده اللي هي مش هتروح معايا البيت؟ لا هتروح معاك حتى لو كانت جثه هامده. ليه بس؟ اعوذ بالله يا حاج عرفان، اعوذ بالله. هو لو ممكن حضرتك بس تسمح لي اقعد معاها نتكلم كلمتين. يا سلام يا دكتور. حاضر. تعالى يا فتحي يا ابني نقعد عندي في الاوضه شويه لحد ما نشوف اخرتها معاها ايه. اخرتها خير ان شاء الله. اتفضل يا ابني. ما وصلكش يا احمد. اتفضل يا عم الحاج. اتفضل. بدريه الدكتور احمد عايز يقعد معاكي شويه. يا بنتي ربنا. اتفضل يا ابني اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا بدريه. خير يا دكتور؟ خير ان شاء الله. خير ان شاء الله خير. بصي انا مش عايز اتكلم في اللي فات، خلينا نتكلم في دلوقتي واللي جاي. ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، محدش منا يعرف عنه اي حاجه. ونعم بالله. مبدئيا لما بنبدا كلامنا او اي حاجه هنعملها ببسم الله، ربنا سبحانه وتعالى بينزل علينا الفتح وبيفرجها من عنده. دي هبات من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش عايزين نكفر بيها. ولما الواحد يقفل بايده باب رزق ربنا فتحه له يبقى اسمه ايه؟ ضلال جهل والعياذ بالله. روح اساله هو ليه عايز يسيب السعوديه. هو مين ده؟ اخوك فتحي اللي انت جاي وتعب نفسك ومتنحرر قوي عشان تدافع عنه.
لا أنا أول مرة أسمع عن الموضوع ده بصراحة. طب أديك سمعت. طب بص بقى يا بدرية، طالما أنت يعني فتحت الكلام خلينا أتكلم. اللي سمعت منه في موضوع السعودية إنك أنت بتنسيبي شغله وفلوسه وكل مجهوده هناك ليك أنت. ده جزاتي عشان بساعده؟ ده بدل ما يشكرني؟ لا هو الشكر بس بالكلام يا أم خالد؟ ده جيته لحد هنا ده مش شكر. حبه ليكي، تمسكه بيكي، ببيته، بعياله، ده مش شكر. جرجرتي أنا معاه لحد هنا شكر. وبعدين عايز اقولك على حاجه مهمه بصراحه. اتفضل. ما تزعليش مني. الخطيبه لما تتخطب بيبقى خطيبها شغال عندها، ولما بتتجوز بتبقى هي شغاله عند جوزها. يعني ايه بقى؟ هو اتجوزني عشان ابقى شغاله عنده؟ استنى اما اكمل كلامي يا بدريه. اتفضل. بعد ما بيخلفوا بيبقوا هما الاثنين شغالين عند ولادهم وراهم. عشان كده بقول لي خدي بالك من بيتك ومن ولادك واستثمري فيهم وفي جوزك. بقول لك عاوز يسيب السعوديه ويجي يشتغل هنا صبي موال. يا خساره يا بدريه، تبقي ما عرفتيش.